يا اهلا وسهلا، اليوم راح احكي لكم عن مكون انا كتير بحبه وهو الالفا اربيوتين. اكيد سمعتوا عنه على السوشيال ميديا لانه في كتير ناس عم تحكي عنه، ولكن اذا ما سمعتوا عنه فهلا راح تتعلموا عنه بشكل مفصل. اول اشي خلوني احكي لكم شو هو الالفا اربيوتين. الالفا اربيوتين يستخلص من فاكهة التوت او بالذات في نبتة او فاكهة اليوم تعلمت عنها اسمها عنب الدب، ما بعرف شو هي، ولكن يستخلص منه وهو كتير بساعدكم على التخلص من تصبغات البشرة، البقع اللي موجودة على البشرة الداكنة، وكمان أثار الحبوب. إيش مع كلمة داكنة؟ من وين جبتها ما بفهم، بكون أحكي عامي طول حياتي، باجي قدام الكاميرا بصير أحكي زي تبعون الأخبار. فالمهم، فإذا أنتوا جربتوا مكونات تانية زي الفيتامين سي، الراتينول، النايسينامايد أو الهيدروكوينون وما زبطت معكم، فأنا برأيي إنكم جربوا الالفا اربيوتين لانه في له فعليا تشانس اكبر انه يشتغل بشكل احسن. ليه؟ لانه بيشبه كتير الهيدروكوينون. الهيدروكوينون من المكونات اللي انا كتير بحبها وبحسها فعالة للبشرة، بس انا مش مسترجي بشكل شخصي استعملها على حالي لانه الهيدروكوينون ممكن يسبب اثار جانبية على البشرة. هو مكون قوي وبساعد على تقليل الميلانين اللي بالجسم، ففعليا هو بفتح بشرتكم. الالفا اربيوتين بفرز الهيدروكوينون ولكن بكميات اقل، قادر البشرة انها تستوعبها وما تتسبب باي حساسية. فطريقة استخدامه كتير بسيطة، بتستخدموه بخطوة السيرم، واصلا هو بالعادة بيكون محطوط في السيرم ما بعد التغسيل والتونينج وقبل استخدام المرطب. بتستعمله عادي نقطتين على بشرتكم وبتحطوه على كل الوجه. مع الاستخدام المنتظم المفروض انه يقلل من التصبغات ويفتح كل منظر البشرة بشكل عام. وبالنسبة للمنتجات، ففعليا اشهر منتج بيحتوي على الالفا اربيوتين هو الالفا اربيوتين سيرم من The Ordinary، بيحتوي على 2% من الالفا اربيوتين، وبالنسبة لي هو كتير فعال بتفتيح البشرة. هلا لما انا احكي تفتيح البشرة مش راح تكونوا من يعني من بقع لولا اشي، بدكم ضلكم تستخدموا المنتج بشكل منتظم وان شاء الله بتشوفوا فرق بسيط، بعدين بصير الفرق ملحوظ مع الوقت. هذا المنتج ليش حبيته؟ لانه بيحتوي على حمض اللاكتيك اسيد، حمض اللاكتيك اسيد بيحتوي على حمض اللاكتيك اللي هو من احماض الالفا هيدروكسي، مش عارف احكي، يعني المقشرات الكيميائيه، وبيقوم على تقشير البشره. رجعت احكي زي تعاون الاخبار، بيقوم على تقشير البشره بشكل ناعم. فغير هيك كمان بيحتوي على حمض الهيلورونيك اللي بيرطب البشره، فانتوا باستخدامكم هذا السيرم تضمنوا انه بشرتكم تم تقشيرها بشكل ناعم، تم ترطيبها بشكل خفيف، وكمان تم تفتيحها. تم. فهذا المنتج انا بحبه ومجربه وصرت اظن مستخدم 3 منه بالسنتين الماضيين، فكتير بحبه وبنصح فيه. وكمان منتج بيحتوي على الالفا اربيوتين هو من شركة تعتبر بنت عم The Ordinary. هدول الشركتين الانكيليست والأوردينري بحسهم نفس البرودكت بباكيجينج مختلف literally. فعندهم الالفا اربيوتين برايتنينج سيرم بيحتوي على 2% كمان من الالفا اربيوتين، وكمان بيحتوي على العديد من المكونات اللي بتقوم على ترطيب البشرة. فاذا حابين تنقوا بين التنين، برجع الموضوع لقديش انتو حابين ترطبوا بشرتكم باستخدام السيرم، لانه زي ما حكيت لكم منتج The Inkylist كتير فيه مكونات مرطبة اكتر من منتج The Ordinary، بس بالنسبة للالفا اربيوتين الفعالية مشابهة. وغير هيك الكتير من الشركات بتستخدم الالفا اربيوتين بالمقشرات وبالغسولات ومش كتير بالسيرم، وما بفهم ليه. وهذا الاشي الصراحة لازم نحيي The Ordinary وانكيليست عليه، لانه بالعادة The Ordinary والانكيليست بيقلدوا الشركات التانية بسعر ارخص، ولكن هالمرة هم السباقين. وبس هذا هو اللي بدي احكي لكم اياه. فبالمختصر المفيد، اذا بدكم تتخلصوا من التصبغات واثار الحبوب والبقع الداكنة على بشرتكم، فالالفا اربيوتين لكم ومناسب لكل انواع البشرة بما فيهم الحساسة. فبتمنى تكونوا استفدتوا، عشان يضل محتوى يوتيوب مفيد لكم. فما تنسوا انكم تكتبوا لي بالتعليقات عن شو بتحبوني احكي بمواضيع متعلقة بالبشرة، وكمان منتجات بتحبوني اعمل عليها ريفيو. وما تنسوا تعملوا سبسكرايب، وبشوفكم المرة الجاية.